على الذهاب إلى مفاتيح هذه القضية. لكن أستاذ الكريم، إذا حاول أي صحفي أو جهة إعلامية اليوم أو قناة إعلامية التحدث مع المسؤولين في الحكومة الأردنية، لا نجد جواب، نطرق الأبواب ولا يوجد جواب، لا يوجد أي تصريح رسمي بما يخص قضايا الفساد على رأسها قضية الدخان اليوم، لا يتعاطون. أليس هذا الحق أيضا على الحكومة؟ حق على الحكومة، ولكن يا سيدتي المعلومة في بعض الأحيان تنتزع، لا أحد يعطيك إياها هبة. قضية ساركوزي، فضيحة ساركوزي وعلاقته مع معمر القذافي، هذه القضية لم تصرح بها الحكومة، ولكن انتزع صحفي صديق إلي كان رئيس تحرير في جريدة لوموند والآن له موقع ميديا بارت. إذن هنالك أيضا طبعا هنالك تقصير حكومي 100%، لا توجد شفافية، ولكن في بعض الأحيان أنت يجب تقارن بلد الحريات في العالم العربي، هناك أيضا مقارنة ظالمة نوعا ما عندما تقارن فرنسا في العالم العربي ليس في الأردن فقط، ولكن يعني هناك كمان تستر حكومي على معلومة معينة، يعني هنالك يعني. إذا نعود إلى العلاقة بين الإعلام الأردني والحكومة ومزاجية الحكومة الأردنية. أعتقد أنه الآن يعني عرفتي إذا أخذنا إحنا يعني تسلسل حتى تاريخي، هناك تطور، وتطور هذا التطور يعني في الشفافية، وهذا التطور لم يكن يعني عرفت طوعا، وإنما هو الانتشار وسائل الإعلام الاجتماعي، وأنه الإنسان أصبح يحصل على المعلومة بسهولة بمنقر الزر، سواء كانت هذه المعلومة مغلوطة أو صحيحة. فأعتقد يجب على الحكومة أن تريح نفسها وتنقل هذه المعلومة الصحيحة، ولدي أمثلة كثيرة ولكن أعطي الكلام عادة. نعم، شكرا لك أستاذ صالح.